تشرفنا اليوم بحضور ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة الذي افتتح ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته 19. هذا التشريف وهذا الحضور له قيمة كبيرة عندنا، خاصة أن شعارنا هذا العام هو ألف ليلة وليلة، وأول من بدأ احتفال ألف ليلة وليلة في الشارقة عاصمة الكتاب الدولية هو صاحب السمو بعرضه الجميل. هذا الملتقى هذا العام فيه كثير من الغنى وكثير من التنويع في مجال الضيوف ومجال الإصدارات ومجال البرنامج الفكري. نتمنى من الجميع الحضور والمشاركة. عدد الدول المشاركة هذا العام ارتفع تقريبا الضعف، وهذا في الحقيقة إنجاز كبير، وأيضا دليل على ثقة الناس وثقة العالم بالشارقة وبمعهد الشارقة للتراث وبالفعاليات والأنشطة التي يقدمها. 43 دولة، 100 ضيف من الخارج، ومئات الضيوف من الداخل ومن الوطن العربي.